ورحمة الله. حلقتنا لهذا اليوم عندي هاي الديزاين تحتوي على شبكتين، شبكة 10.0.0/28 وشبكة 10.0.0/16/28. بدأ يطلب أصحاب النتورك هاي إنه two different network ذولي يكون بيناتهم connectivity ويتواصلون مع بعض. لما استشاروك حتى تحل لهم هاي المشكلة جاوبتهم إنه لازم يكون عندكم جهاز اسمه راوتر. المهم الجماعة راحوا الى السوق واشتروا لك هذا الراوتر اللي طلبته. انت بدورك بديت شو تسوي؟ توصله على النتورك على الفاز 0/0 ودخلت على الراوتر حتى تبدي تشتغل بالاعدادات الخاصه بي. المفروض هذا الراوتر يبدي يفتهم التو ديفرنت ذولي ويعمل ما بيناتهم راوتينج. زين، احنا هسه بدنا نحكي الريد هذا الكلام اللي حكيناه، اوكي، زائد انه المطلوب من عندي اوفره، اوكي، وأطلع بنتيجة صحيحة مثل ما مطلوب من عندي. إذن هسه راح نتحول للعملي. فش راح نسوي؟ راح نبدي نسوي الإعدادات داخل الراوتر. فأقول له enable، أوكي، config t، أوكي، بعد أدخل الانترفيس fast 0/0، أوكي، وأنطي enter، بعد أقول له no shutdown. بعدها أتحول حتى أنطي IP address، اوكي، ننطي اي بي ادريس، بس راح نفكر انطي اي بي ادريس من يا رينج، انطي من 10.0.0 او انطي من 10.0.0/16. انا اقول لك انطي من اي رينج، لان هو بالنهايه مطلوب من عده يفتهم التو ديفرنت نتورك، وهو هذا محور درسنا اليوم. فراح انطي 10.0.0.10، اوكي، 255.255.255.245، لان سلاش 28. اوكي، هسه نتاكد انه هو فعلا منتمي للنتورك اللي هي 10.0.0. فايش راح نقول له؟ انتبه وياي، اقول له شو اي بي انترفيس بريف، سوري، شو اي بي انترفيس بريف، وانطي انتر. اوكي، هسه هاي اعدادات الانترفيسز شبيها مضبوطه. تعالوا نبدي نبنق على الاجهزه الموجوده وياي بنفس النتورك من الراوتر. اوكي، فايش راح اقول له؟ بينج 10.0.0.1، وانطي انتر، اشوفه عندي بينج عليه. اوكي، جميل جدا، عندي بينج عليه. واذا سوينا بينج على منو؟ على ال14، اوكي، اشوف عندي بينج عليه، جميل جدا، ايضا عندي بينج. اما اذا سوينا على منو؟ اذا سوينا على ال17، اوكي، راح تشوف طبعا ما عندي بينج. وهو هذا محور حلقتنا لهذا اليوم، انه الراوتر يشوف التو ديفرنت نتورك ويعمل ما بيناتهم شنو؟ يعمل ما بيناتهم راوتينج. زين يا ترى بالراوتر تيبل، اوكي، شنو موجود عندي؟ تعالوا شنو نقول له؟ باعوا وياي، اقول له شو IP route، وانطي انتر. ضاع، يقول لك اني اعرف شنو؟ اعرف شبكة واحدة direct connected وياي اسمها 10.0.0.0. مفترض انه routing table يكون ب منو؟ يكون 10.0.0.16. زين شلون راح نقدر نسوي هذا الشيء؟ اوكي، طبعا ال 10.0.0.0 مربوط على الفاز 0/0، زين ال 16، زين ال 10.0.0.16 مفترض ايضا تكون مربوطه على الفاز 0/0، اوكي، او اخلي انترفيس ثاني، او شنو اللي اسوي؟ خلي ببالك ممكن على نفس الانترفيسز، اوكي، ممكن على نفس هذا الانترفيسز، اوكي، انه نعمل الاثنين، يعني نخلي الراوتر يخدم التو ديفرنت نتورك من نفس الكيبل ومن نفس الانترفيس. بهاي الحاله الراوتر مالتك، اوكي، اسمه راوتر اونستيك، يعني الراوتر عنده انترفيسز واحد يخدم اكثر من نتورك. واضحه الفكره؟ فتعالوا خلينا نسوي انترفيس ثاني، اوكي، وهمي، يعني لوجيكال انترفيس او سب انترفيس. والسبب انترفيس يكون نفس خصائص الفيزيكال انترفيس، ولكن هو مو فيزيكال، هو لوجيكال. ولكن مميزات الراوترات سيسكو واغلب الراوترات والفايروال تسوي نفس الفكره، انه تقدر تنشئ تحت الفيزيكال اكثر من سب انترفيس. واضحه الفكره؟ فش اقول له؟ باع وياي، باع، شو اقول له؟ اقول له انترفيس
فاص 0 سلاش 0 اوكي، بعد ايش اقول له دوت 1 سوري تتباوع الدوت 1 يعني سب انترفيس. قال لك انا فعلا انشات لك سب انترفيس تحت الفيزيكال انترفيس اوكي. بعد ايش اجي اقول له؟ اقول له اي بي ادريس اوكي، اقول له اي بي ادريس 10.0.0. ايش قد 10.0.0.20 اوكي. بعد اعطي سبنت مال 25255255240 وانطي انتر. باوع. شنو يقول لك بهاي الرساله؟ يقول لك بحالة انت رايد انترفيس واحد او راوتر اوكي، او راوتر اون ستيك يعني يختم اكثر من نتورك، لازم شنو؟ لازم تكون لازم تكون شنو؟ لازم تكون مفعل على الفيزيكال انترفيس اللي هو شنو؟ اللي هو ال 802 اوكي، ال 802 دوت 1 كيو بروتوكول. وهذا تفعله بامر بسيط اسمه شنو؟ اسمه الانكابسوليشن اوكي. تفعله بالانكابسوليشن دوت شنو؟ دوت 1 كيو اوكي 1 وانطي انتر. واضح لهنا؟ هسه نخلي اي بي ادريس اوكي، نرجع نخلي الاي بي ادريس نفسه وانطي اند اوكي. هسه اذا اجي اقول له شو اي بي انترفيس بريف وانطي انتر، ده تباوع. شو يقول لك؟ انتبه وياي، ده يقول لك الفاز 0 اوكي، ده يقول لك هذا باع هنا، ده يقول لك الفاز 0 سلاش 0 دوت 1 اخذ فعلا الاي بي وهو حاليا الستيت مالته اب. واذا جيت تباوع من ناحيه الراوتينج، يعني اذا اجي اقول له هنا شو اي بي راوت اوكي، راح تلاقي انه عنده شبكه اسمها اللي هي 10.0.0.16 كونكتد اوكي، ويقدر يخدم يعني يقدر احنا بالبدايه كان ما يقدر يخدم هاي الشبكه، كان فقط هاي، هسه حاليا يقدر يخدم التو ديفرنت نتورك ذولي اوكي. معناها هسه اذا اجيت وسويت بينج على منو؟ على 17 بينج 10.0.0.17 وانطي انتر، تتباوع مباشرة حصلت عليه بينك. اذا حققت اول هدف عندي انه الراوتر يخدم التو ديفرنت نتورك. ظلت عندي شنو؟ ظلت عندي هاي الاجهزة اريدها تتواصل مع بعض. واحد راح يسأل سؤال يقول لك احنا كملنا كل شيء اوكي، المفروض تتواصل. الجواب لا، الاجهزة ما راح تقدر تتواصل الا بعد ان تعرف اي بي الراوتر اللي راح يقوم بمهمة الراوتينج. زين هاي شلون نسويها؟ تعالوا نجي على كل جهاز عندك ونتأكد انه عنده شنو؟ عنده الديفولت جيتواي اوكي. با الديفولت جيتواي يعني يقدر يوصل للجهاز اللي يعمل راوتينج اللي هو الراوتر اوكي. فهنا انا راح نخلي ديفولت جيتواي اللي هو 10.0.0.10 واضح. وهنا انا قد اخلي راح اخلي الشبكه الثانيه اللي هو 10.0.0.20 اوكي. جرب بينج ما بين الجهازين اوكي، يعني انا هنا هسه ادخل اوكي واكتب بينج 10.0.0.1 وانطي انتر، تتباوع اجاني بينج. معناها انه شنو؟ انه الجهاز وصل للراوتر والراوتر ودا المن ودا لل 01 اوكي. واذا اجي اوكي طبعا انت هسه اذا تسوي العكس ايضا راح تحصل على بينج على 17. يعني هسه اذا اجي اسوي هنا بينج 10.0.0.17 اوكي وانطي انتر، ايضا حصلت بينج. زين اذا اجينا سوينا بينج من بي سي 2 الى بي سي 1 اوكي، يعني على 14 راح احصل لو لا اوكي، راح احط على 14، تتباوع ما اجاني شنو؟ ما حصلت على بينج. ليش؟ لان لو مخلي بيه ديفولت جيتواي كان مباشره حصلت على بينج اوكي. فهسه من اجي واخلي بيه الديفولت جيتواي اوكي اللي هو 10.0.0.10 اوكي، وهنا
وارجع واسوي بينج، شوف هسه مباشره راح يصير عندي بينج عليه. جميل جدا. اذا هسه امنت اتصال ما بين هاي الشبكتين، واضحه الفكره؟ اذا حصلت بينج، حققنا انه الراوتر يخدم التو ديفرنت نتورك ذولي وعلى نفس الفيلان. اتمنى حلقه هذا اليوم استفاديتوا منها. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.